السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. واش راكم مبروكه؟ رمضان كريم، كل عام وانتم ان شاء الله يا ربي بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راني بغيت ندير السفال لوليداتي، وما في رمضان ما كنلقاوش كيفاش نديروها. قلنا نستغلوا اليوم الاخر في الفطر، وبغيت نديرها لهم. قلت نتشارك معكم الطريقه. كاينين الناس اللي ما كتصدقش ليهم السفه وما كت او لا كتعطل ليكم في الطياب. اليوم انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي طيب لكم في ساعه، يعني ما غاديش تعطلكم، ما غاديش تبقاو فور رد فور رد بزاف. غادي انا هنا خديت غير نص كيلو ديال السفه. هانتوما النصيحه اللي ننصحكم، ما تجيبوش السفه ديال الفورس. الا جبتو السفه ديال الفورس راها كتعجن، هي راه غير كتبدا تفوري فيها وكتعجن. هذه كما كتشوفوا، ها هي راه شاده راسها من دابا، ها هي راها قمح، فهمتوا؟ يعني داك القمح اللي كتكون مزيانة، يعني ما كتفتتش دغيا وسهلة في الطياب. بالنسبة لي انا خديت نص كيلو. شنو غندير دابا؟ غادي ندير غير شي شوية ديال الزيت، ها هي الزيت، وغادي ندهنها مزيان بالزيت، وغادي نحطها في الكسكاس. ها هو وجدته. وغادي ديري يعني غلاية ديال الماء يكون طايب، غادي تخويه في البرمة او لا في المرميطة باش كتفوري. وغادي ديري فيه شي شوية ديال الملحة وتخليها تفور. من بعد ما تفور هاد التفويرة هادي، عاد غادي نوريكم شنو غادي ديروا ليها. انا دابا غادي ندهنها قدامكم بالزيت. انا دابا غادي ندهنها قدامكم كما قلت لكم بالزيت. هانتوما شوف هكا، جهد واحد جوج معالق او لا كبار. انا هادي كنخليها حدايا وكنبقى نستعمل منها النيت هكا، تنشوف واش دهنات لي. في الاول ديريها في شي بانيو بحال هكا، ومن بعد بديت ترديها في القصريه رديها. انا غنقول لك علاش ديريها في البانيو. صافي، دابا شنو غادي ندير؟ غادي نخويها كما قلت لكم في الكسكاس. ها هي هذه التخويره الاولى، يعني ضروري ما تدهنيها بالزيت باش ما تلصقش لك، ضروري انها هي كتلصق. انا دابا درتها في الكسكاس كما شفتو. غادي نديرها تفور التفويره الاولى، من بعد ما غادي تفور ليا التفويره الاولى غنوريها لكم وغنوريكم السر باش ما تعطلش ليكم في الطياب وتمرضكم. انا دغيا غادي نرجع معكم ان شاء الله بعد ما تفور. انا معكم. واحد القضيه بغيت نقولها لكم البنات ضروريه، يعني ملي ديري السفه ديالك تفور عندك ما تسديهاش، ضروري تسديها. الا ما عندكش البرمه بالغلاقه ديالها بحال هذه، غادي ديري شي حاجه وغطيها وسدي لها الجناب ديالها بالميكا باش ما تدخلش النفس، فهمتوا؟ يعني انها تكون مزموته عليها وما تخليش البرد يدوز، ضروري باش تفور وتسربيك. ها انتم بعد ما تفورت التفويره اللي قلت لكم الاولى غير بالزيت، غادي نخويوها في البانيو. انتم كما كتشوفوا كلشي هذا قدامكم. ها انتم دابا غادي نسوتو هاد الكسكاس هذا ديالنا هنا، داكشي اللي كيبقى لاصق فيه هكا. الطريقه راه ساهله، غير الناس كتشكى، بزاف ديال الناس كتشكى من انها ما كتبغيش طيب. نوريكم الطريقه اللي كندير انا، ان شاء الله راه غادي تصدق معاكم. غادي نديرو الماء اغلى مزيان، يعني درناه حتى طاب. ها هو نخويه من الغلاه، شفتوه كيفاش طالع منه البخار، يعني انه يطيب مزيان، ان الماء يطيب. وغادي ديري جهد واحد جوج كيسان ديال الماء هاد نص كيلو، شتوه؟ ها هو الماء، شتوه؟ غبروها بالماء طايب، بقاو تحركوها هكا. ضروري مشوية الزيت باش ما تلصقلكمش. بقا تحرك تحرك، المهم هو انها ترطب، هذا هو اللي مهم.
هذا هو السر ديالها باش ما تعذبكش في الطياب يعني، وفي نفس الوقت كتجي فتيه ولذيذه. انتما هذا الماء اللي خوينا غادي نضيفوا ليها دابا شي شويه الملح، يعني حسب الذوق تتبقى الملح حسب الذوق. بحال هذا نص كيلو هذا راه غندير فيه واحد نص معلقه، شي شويه ديال الزيت ضروري الزيت الزيت الزيت، لان هذه هي الزيت ديال الطبخ يعني عاديه الزيت، لان السفه كتلصق حنا ما بغيناش تلصق، ما بغيناش تولي. ها انتم شفتوها كي بدات كتحل، ها انتم هذا الماء خاصو ما يبقاش شفتوه، دونك هذا الماء خاصنا نبقاو نشربو فيها هكا. ودابا غادي نخليها واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق صافي، وغادي نرجع معكم باش غادي نقلبوها في الكسكاس ونديروها تسقطر عاده باش عاوتاني ترجع عاوتاني تفور. ها انتم انا رجعت معكم، شوفوا الشكل ديالها كي تبدل، شتي كيفاش ولات ترخات وتحلات، يعني انها راه دابا راه شربات هذاك الماء كامل. شفتوه اللي كان لتحت راه وريته لكم، راه كان فيها الماء بزاف. دابا شنو غنديروا لها؟ غادي ندهنوها عاود بالزيت، تشوفوا ها انتم تخافوا منها تلصق، ان الماء طيب بزاف، هذاك الماء طيب بزاف كيحلها وكيساعدها انها ترطاب وتطيب في ساعه صافي. دابا ها هي السفه ديالنا، وغادي نكبوها هنا في الكسكاس وغادي نرجعها عاوتاني تفور صافي. شتوها واخا تشوفوها بحال هكا ما تخافوش منها، راه غير تفور راه ما غاديش تبقى بحال هكا معلكه، راه صافي غادي تطلق وغادي غادي تولي ناشفه. بهذه الطريقه راه في ساعه غادي يطيب لكم، ها انتم شوفوا كي ولات شفتوها. ها مي ما تخافوش منها كما قلت لكم، ولا سقطرات شي حاجه هنا ماشي مشكل. دونك دابا غادي نردوها. البنات دابا بعد ما حطيناها كتفور عاوتاني هاد التفويره الثانيه اللي رطبناها ورجعناها الكسكاس، غادي نحيدها ونعاودها عاوتاني ونعاودها يعني 3 المرات. بعد هذه راه غاديه تكون واجده ان شاء الله، بعد ما نفورها غادي نرجع معكم باش نوريها لكم. البنات بعد ما درت لها 3 ديال التفويرات ها هي شفتوها، هي طابت تقريبا، بقى لها واحد الفوره وحده. هذيك الفوره وحده شنو غنديروا فيها؟ غنديروا فيها الزبيب. الزبيب شنو درت ليه انا؟ غسلته بالماء السخون يعني الماء بحال طيب، خويته عليه شويه باش يسهل في الطياب ديالو، ما يدبكش حتى هو يكون قاصح ولا شي حاجه. شنو غنديروا دابا؟ غادي نجيبوا الكسكاس ديالنا ها هو، وغادي نخويو النص في هاد السفه هكا هانتوما، النص فيها، وغادي نخوي هاد الزبيب هنا غير باش ما نديروش منه الكسكاس، نحطو منه الكسكاس وغادي يلصق ليا صافي. دابا غادي نخوي عليه الكميه اللي بقات بحال هكا، هانتوما دابا غادي نخويو عليه واحد فانيا ها هي باش تعطينا غير ديك النسمه وصافي. كاين اللي كيدير دانون فاني، كل واحد شنو كيبغي يدير، كاين اللي ما كيدير والو صافي، غير شي شويه ديال الزبده حتى التفويره الاخرى صافي. فاش تبغي تسخنيها وتحطيها للناس تما فين غادي نديرو شويه ديال الزبده وغادي نعاودو بها صافي ونحطو. دابا هادي غادي نحطها انا تزيد واحد الفوره وما بقاش عاوتاني نفورها صافي، حتى نبغي نحطها لانها ولات فتيه. ها نتوما شوفوا شفتوها صافي راها طابت. دابا ان شاء الله نتلاقاو من بعد ما نبغي نحطها. السلام عليكم، انا رجعت معكم دابا البنات من بعد ما طيبت السفه ديالي. انا طحنت شويه ديال الكاوكاو ها هو بجلود ديالو وشويه ديال اللوز ودرتهم هنايا كاوكاو مقلي، والسفه ديالنا ها هي بعد ما وجدات راه كتجي فتيه وزوينه، والطريقه هي انك ترطبيها. راني قلت لك كيفاش ديري ليها، وهذاك الزبيب ها هو بعد ما كيطيب كيجي من الفوق هكا ورطب معسل وكيعطيها هذا اللون هكا زوين.
وزينتها بشويه ديال القرفه وسكر كلاصي. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم، ودعموني بلي لايك واشتراك في القناه، ما تنساوش، عافاكم الله يجازيكم بخير باش تشجعوني نزيد القدام. خليت لكم الراحه وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.